درسنا مهرجان في دورته 35، ان شاء الله باش تكون دوره متميزه، خاطر انا احنا حسيناها دور كي خدمنا البرمجه يونا بور تو ليغو، معناتها فما الاذواق الكل باش تكون موجوده. خدمنا شويه على الشباب، معناتها فما عروض شبابيه وبذكاء، حتى كي اخترناها بذكاء، فما الطرب، فما المسرحيات، فما العروض الثقافيه موجوده بامتياز. احنا كي نشوف بارابور للعوام اللي فاتت، معناتها السنه نحسوا فما نقله نوعيه حتى في الكاليتي وفي الكم، معناتها بتاع العروض الثقافيه. ودايور هذا اللي نامنوا به احنا كجمعيه مهرجان بنزرت وكهيئه مديره، اللي لو رول اسونسييل نتاع المهرجانات هو دو فير ديكوفرير دي كولتور جدد، مش باش نجيبوا نعاودوا معناتها الفنانين والكوميرسيال، يا با كو لو كوميرسيال. خصوصية هذه الدورة اللي تنعقد في زوز فضاءات، فضاء الحسن الإسباني اللي هو كان المهد الأول نتاع المهرجان، وخصصناه للعروض البديلة للشباب، وباش يكون فرصة باش ما نقصيوش الشباب، لأن ثم بعض عروض ما يستسيغوهاش الكهول الكبار، وتكون عندهم مجال باش يكونوا هما يتمتعوا زادة بحقهم في يتفرهدوا ويتمتعوا بالفنانين نتاعهم. ثم العروض الأجنبية اللي توجه للبحر الأبيض المتوسط، معناها توجه للفن الغربي وتوجه الفنانين جدد زادة، من نوع حسن دوس اللي يغني ليريك اللي هو في عنده طابع تونسي ولكن مزدوج مع الفن الغربي، هذا الاختلاط زادة حبينا يزيد يخو حظه في تونس، خاطر فن عريق ولكن منفتح. ثم زاد المسرحيات، ثم ركن نقار هو المسرح اللي يقال انه هو النخبة ولكن قاعد يلقى في الجمهور بتاعه في بنزرت. مثلا عملناه وجبنا فاضل الجعايبي سناء توفيق الجبالي، وكل عام ان شاء الله في كل دورة باش يكون اسم رمز لمسرح الجودة. هذا زاد الركن هذا جديد باش يكون حاضر في كل الدورات القادمة. احنا السنه خدمنا على الاكسكلوزيفيتي، عندنا ناتاشا سان بيير باش تكون حاضره، وعندنا اوتر ارتيست باش يكونوا حاضرين اون اكسكلوزيفيتي كو ابيزيرت، خاطر نعرفوا اللي عندهم بوكو دو فان معناتها على شين ناسيونال اي انترناسيونال. خدمنا على السياحه الثقافيه وشرطنا عليهم زاد اللي كونوا سورتو لي زيترونجي، معناتها شرطنا عليهم اللي كونوا في لا كونفيرونس دو بريس نتاعهم باش تتعدى اون لايف ستريمينغ، باش لي فان الكل تتفرج فيها من المكسيك من الشين من لي فان نتاع لي زارتيست الكل. وهذه تجربه احنا حسينا بها عامنا، ولا معناتها في حفله الفا بلوندي حسينا اللي عطات روتومبي، وفما جماعه اي سي ديبلاسي حتى من سود لا تونيزي، وجات كرات لهنا ومشات للوتله والا كونسومي وبحر، ونعرفوا احنا بنزرت جميله ياسر وجاو. انا بروغرامي ناتاشا سان بيير اللي تتسمع في اوروبا واللي يحبوا هما وجايينها برشا، رغب علامه معناتها ما تقوليش حتى من برا يحبوه الكلهم، حسين دي كيف الافتتاح كيف اللي وان منشولي باش يصيروا فهمتني ولا لا نتاع كريم الغربي، زاد برشا عباد هما طالبينه، احنا ما نعملوش مريوسنا، مي بيان سور في الاخر القرار يرجع للهيئه المديره، واحنا اون ديسيد دو مانيير كوليجيال، يعني القرار يتاخذ من الهيئه المديره كل باش نرضيو الجماهير العريضه تاع جاليدير نادي رياضي بنزرتي مهرجان بنزرت الدوري. مهرجان بنزرت واحد من اكبر المهرجانات اليوم في البلاد نتاعنا، ومهرجان واعد، ومهرجان هو بيدو يعني الى جانب العروض الجماهيريه اللي نعرفوها كل عام، قاعد يتطور من سنه الى سنه، وقاعد ايضا منخرط في صياغه نظاميه، لانه يعني رجعنا نشوفوا المسرح لهدف فيه، باش نراو فيه توفيق الجبالي، باش نراو فيه ايضا بعض العروض اللي هي مخدومه بحنكه وبحرفيه، الى جانب بعض العروض العالميه، وهذا يعني مفخرة للجهة ومفخرة للبلاد. وإن شاء الله مهرجان بنزرت أيضا نتمنى كل توفيق لهيئته وللجمعية المشرف عليه، ونلقاه من خلال هذه الدورة ما يلبي انتظارات الجمهور العريض، لأنه نعرفه في بنزرت الناس تحضر بالألاف. vous allez découvrir l'ouverture histoire معناتها نتاع طفل صغير أمه ربيته من اللي تولد ويمشي للزاوية، ومن بعد اكتشف اللي فما نوع آخر نتاع نمط موسيقي جديد يلسانتاجر
في لو ستيل الجديد معناتها معناتها فما قصه حلوه ياسر كوريغرافي قويه برشا حاول لي معناتها انا ونتبع فيهم ونتبعوا فيهم هي كامله حتى في وقت شي برفو الافكار دونك ان شاء الله باش نشوفوا سبيكتاكل عالمي معناتها ما تنجمش تبرمج انت فهمتني ولا لا ثلاثه واربع عروض من البنزرت زاد هو فيستيفال انترناسيونال واللي تعدى عمنا اون بلوس نعملوا دي دوس ربما طابع تجاري والله لا موش تبع تجاري التجاري هو توا التجاري احنا مانيش خايفين منها الكلمه صغيف تجم تصير باش تلقى التوازن تاعك ما تنجمش تعيش انت ما غير طرف فهمتني ولا سبيكتاكل فهمتني اللي هما كوميرسيو سي توت في نورمال مي اكثريتو الثقافي اي بوي التجاري مانيش احنا نفرضوه اللي يفرضوه هو الجمهور يقول لك مثلا زياره نجحت للتو تعملت مرتين والسنه يحبوا تجي تعاود تجي لطفي العبد اللي نهار كل يقولوا عليه كلام مش واحد ويجي يتعبى اون با ايفيتي هالشيء هذا خاطر الجمهور هو طالب واحنا ما ناخذوا في اخر دوره ونقولوا شنو اللي صار وشنو اللي ما صارش انا هو الباهي ومش باهي سوغ لا باز فون دي دو لي شيك ولا دي زيشاك اللي صاروا دي غيوسيت نخلقوا معناتها ملك الضعف قوة. انا نحس من ندوة متاع اليوم معناتها بالكم الهائل والتنوع معناتها متاع سواء الصحافة المرئية البصرية ولا المكتوبة موجود معناتها بالكم هذا الكل أنا هذا مؤشر طيب اللي طمنا احنا بيدنا باش نكملوا نواصلوا القدام وباش ان شاء الله مسؤولية اخزر هي راهو مسؤولية كبيرة احنا خطر حسينا اللي عملناه فما ان بالي اللي يوصل له مهرجان بنزرت وتعرف لو مانتيان الي توجور ديفيسيل معناتها او موا اذا ما قدمتش القدام يلزمك او موا تو غارد لو ميم نيفو. انا موجوده في مهرجان بنزرت على خاطر عندي عرض ان شاء الله نهار 7 اوت باش يكون عرض المدينه من اخراجي انا عرض ذي الفنان نافع العلاني هو لا فيديت نتاع سبيكتاكل وهو مولى العمل هذا والملحن زادة والسي نتاع الاغاني معناتها تقريبا ربع العمل من الحانه هو ابار الغناء الاخر المعاود بيان سور فما مجموعه كبيره اللي خادمه في العمل هذا على راسه محمد الجريتلي الموزع نتاع الموسيقى في العمل هذية فما معايا سهام بالخوجة كوريغراف فما معايا نصر الدين حداد مال هي المخرجة في العمل وهي زادة شركة معايا في العمل لأن نحن قمنا بالخدمة بتاعه من أول من الأول بكل هي معايا مال أنا من جانب الموسيقي وجانب التلحين وجانب الغناء وكان معايا زادة فريق آخر زادة في الكوريغرافية مدام سهام بالخوجة أمال هي اللي واقفة معايا زادة في الإخراج كامل على المسرح هو عمل كبير قعدنا نخدمه فيه توا مدة عندنا مدة نخدمه فيه السنة قعدنا عملنا ما خدمناش بيه دونك عملنا لافون بروميير السنة حاولنا مش يكون موجود في المهرجانات الكبرى وقعت الموافقة فيه في بنزرت وقعت زادة في كرداج إن شاء الله ثم عروض أخرى تبين في خلال أسبوع ولا أسبوعين أنا يحطوا تواريخ نتاعهم هي نوع من الأوبيرات جور دوبيرات هو يحكي على الموسيقى التونسية فيه تمثيل فيه دانس فيه غناء فيه مواقف عديدة على المسرح يعني الجمهور باش تكشف حاجة جديدة السهرة راهي من تطوع جمعية مقامات اللي خدمت يعني المحيط وخدمت يعني المعلم هذايا اللي هو بلفيدير يعني باش نجموا معناها نقاوموا حماية القلب النابض لتونس اللي هي معناها متنفس تونس
والجمعيه هذيا اللي احنا يعني حطينا اليد في اليد معها باش نحيوا الحفله هذيا، معنا عندها يعني المهمه هذيا لانها تحافظ على هذا المكسب، هو مكسب ثقافي ومكسب بيئي. يعني في جمعيه اصدقاء الموسيقى مقامات وجمعيه احباء بالفيدير ينظموا للمره الثانيه في قبه الهواء هذا المعلم التاريخي سهره رمضانيه موسيقيه على اضواء الشموع بعيدا عن المسائل الميكرو والمصادح الى غير ذلك، خاطر بالنسبه لنا احنا الطبيعه والفن عندهم رابط، نفس الرابط الوجداني، ويلزم يتاقلموا مع بعضهم في اطار تاريخي تراثي. جمعيه احب اصدقاء الموسيقى تخدم على التراث الموسيقي، احنا نخدم على التراث النباتي والمعالم التاريخيه اللي في البلفدير. جمعيه احب اصدقاء الموسيقى ترمي باش تعمل تربصات للشبان الى غير ذلك، احنا نحب نحافظوا على حديقه البلفدير ومعالمها باش نعديوا زاد الاجيال القادمه. هي سهرة يعني تبع المحيط وتبع البيئة، دونك يلزمنا نكونوا زادة كيف معناها متأقلمين مع البيئة، يلزمنا نغنيوا على الشموع من غير مدخمات صوت، أصواتنا يعني معناها بصفة طبيعية، وإحنا هذا من نضالاتنا اللي إحنا نسعى ليها، والجمعية أهدافها هي تحط يدها مع جمعيات أخرى يا إما من نفس الميدان الموسيقي وإلا الثقافي وإلا حتى البيئي والخيري. زادة خاطر قبل السبق عملنا مع جمعية خيرية. عام 2017 كان حافل يعني بالتربصات، جبنا ديجا عملنا التربص أول في مارس، وجبنا معناها أقوى كمان جاتي في المتوسط معناها على الصعيد المتوسط، باقي كمان شي من تركيا، وصارت يعني دورة تدريبية وخرجت منها نخبة باش المهرجان إن شاء الله الحمامات نهار 20 جويلية باش تكون الليلة المتوسطية للكمانجة، وهذه جاية من فكرة التدريب يعني وخلق يعني إبداعات جديدة وتواصل معناها مع خبرات عظيمة.